اخوتي اخواتاتي واحد، السلام عليكم، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بالجميع ومرحبا بكل من يحضر معي في هذا الفيديو على قناة مسلم عبد الكريم. كنبغي نقول لكم تفرجوا لي في الفيديو من الاول حتى الاخر، ضحكوا وتمتعوا، عدي لكم ديما الجديد الجديد وما كاين عاب انا برا. اياك ديما كنقول لكم تزوجوا بشي راجل يكون لاباس عليه، اصلا الخيانه كاينه كاينه، اما لا تبكي في برج ايفيل ولا تبكي في بيت صغيور وجدار تكسيره تسمع فيك. انا راه ما كتفهمش ليا ديك خايتي اللي كتمشي مع صحيبه الدار وتقول ليه في الاخر اجينا نديرو هنا، جيتي غير تلمطي السدادر وتمشي يا اختي. اشتغال مرة المغربية كتبقى تهدر 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 وفي الاخر تقولك اودي خليني ساكتة خليني. اسير لاي دار في المغرب دق فيها غيقولوا لك شكون، قول لهم غا انا، حق مهول انا تيحلوا لك الباب. اشتي الام المغربيه واخا يدخل عليها الشفار تلقى الدار، غادا تبدا تقول لي شتي ديك بنتي الصغيره ما كطيب ما كتجفف ما كتعاوني ما والو، مقابله عادك المشقوف ديال التليفون. كيكون خارج هو وصحيبتو ملي كيتفارق هو وياه كيقول لها ملي توصلي للدار صيفطي ليا ميساج باش نطمئن عليك. تبارك الله على والي جهات الرباط زمور زعير. هذا واحد الراجل مريض بالوسواس كيمشي للخدمة ويعيط لمراتو كيقول لها انت فينك، كتقول لها في الدار، كيقول لها سيري الكوزينة خدم لي المونينيكس باش نعرفك واش انت في الدار ولا ما كايناش في الدار. كتخدم ليه المونينيكس، ديما يعيط ليها ديما يسولها ديما تخدم لي المونينيكس. واحد النهار رجع من الخدمة على غفلة لقى ولدو بوحديتو في الدار، قال لي فين يا امك، قال لي راه كيف العادة هزات المونينيكس وخرجت. انا راه بعدا ما عنديش مشكل تكون مراتي عندها صحابها تخرج معاهم تضحك معاهم ترم معاهم قهيوه، ما عنديش مشكل نهائيا غير ما تكونش مراتي. البنت المغربية ملي كتودر لها شي حاجة في الدار كتبدا تعاير وتغوت وتقول شكون هاد الحمار هذا اللي ودر لي الحاجة ديالتي وانا صافي هيا لقيتها. الى كل فتاة لا تتعامل مع فيديوهاتي، اسيري الله يعطيك واحد الراجل شارف عدو عسلنا وحداك انتي غدا هو كيقول لك اري اري شي بوتا بوتا بوتا. اتعيش في دبي تربح الدنيا، اتعيش في مكة تربح الاخرة، اتعيش في المغرب لا الدنيا لا اخرة. اشوف نقول لك اتزوجتي قالب ما تزوجتي جوج قوالب، مهم القالب فيك فيك اشوف كي دير. هادي واحد الام قالت لبنتها قالت ليها تزوجي بولد عمتك راه لاباس عليه وعندو الفلوس بزاف، قالت ليها لا ماما ولد عمتي راه ما كيصليش وما كيامنش بجهنم نهائيا، قالت ليها بنيتي عاد زوجي بيه تزوجي بيه ووريها لي في الدنيا قبل الاخره. البارح ما لقيت ما نديرش على التلفازة جلست كنتفرج في واحد الفيلم هندي، هي هذيك القصة ديال دوك جوج دراري لقاو واحد البنت في واحد الغابة رباوها كبرت في الاخر لقاوها هي امهم.
هذا واحد خاين يفتح واحد الحديقة ديال الحيوان، هو يدير ليهم الدخل 100 درهم، ما جاري حتى واحد. شوية رجع 50 درهم، ما جاري حتى شي واحد. شوية دارها 20 درهم، ما جاري حتى شي واحد. شوية وهو يديرها فابور، حل بيبان دخلوا عدوا الناس، عمرت الحديقة ديال الحيوانات بالبشر كامل. هو يسد عليهم الباب وقال لهم هو يطلق عليهم السبع ودير لهم الخرجة ب4000 ريال. قال لك يا سيدي، إذا أحب رجل امرأة ماتت في عينيه كل النساء، رواه أحد الكذابين. لقيت وحدة كاتبة من كثرة اشتياق لحبيبي امتلأ فراشي بالدموع، وراكت كتبي البقالة. ومشات تسحر ليه في العواشر ولقات امه هي الشوافة، والعزيز على امه يمتو عمره ما يتخس. والمغربي ما يقدرش ينود يطفي الضو، ويقدر ينود يسلخ خوح انت ما بغاش يطفيه، حق مولانا. دخلت عليكم بالله هادوك الناس اللي فيهم الشيكي وبخ، زعما من اللي غادي تموتوا غياكلكم الدود بالفورشيط الموسو. اي لا بغيتي تعيشي قصة حب واعرة بزاف حلوة تكون عميقة، حفري لها 60 متر. واحد خيتي فيكم ما كرهتش نشدها من الشعكوكة ديال راسها ونخشيها في سطل ديال الموت، بقى تقول بق 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 حتى تخرب تموت، ونهزها من المق ونهزها من المق ونقول لها هذه هي الحياة بلا بيك. واش انا بصح رومانسي؟ هذا واحد سكيري تلاقى مع واحد درية خايبة، هو يقول لها واه الخايبة، وهي تقول لي واه السكيري، هو يقول لها انا راه سكران عاليومة، اما انتي راكي خايبة ديما.